هسه راح نتعلم لغة البرولوج. هاي اللغة اللي كل الطلاب يحبوها وما يقدرون يفارقوها. لغة البرولوج أغلب الطلاب يعانون منها ويعانون في فهم البرامج مالتها. طبعا هي لغة سهلة ما بيها شيء، بس المشكلة انه اعتقد الطلاب يخلطون بين مبادئ البرولوج ومبادئ اللغات الثانية، لأنه أثناء تعلمهم البرولوج راح يتعلمون لغات مثل السي أو الفيجوال بيسيك أو أي لغة، فيحاولون أي شيء أي مفهوم يفتهموه بهاي اللغات يطبقوه على البرولوج، وهذا غلط. الشخص أو الطالب اللي يريد يتعلم لغة البرولوج المفروض يعزل مفاهيم البرولوج عن بقية اللغات، لأن هاي مفاهيمها شيء وهاي مفاهيمها شيء ثاني. لأن عادة لغات البرمجة يقسموها إلى قسمين: programming languages، يقسموها إلى قسمين. قسم يسموه الامبيراتيف programming languages، وقسم يسموه الديكلاراتيف programming languages. شنو الفرق بين ذني الاثنين؟ الفرق بالامبيراتيف programming languages انه احنا نوصف للبرنامج المشكلة ونقول له شلون يحل هاي المشكلة عن طريق خطوات. نوصف البرنامج ونخلي البرنامج، يعني نعلم البرنامج شلون يحل المشكلة عن طريق خطوات. يعني يقول له اروح فلان مكان، بعدين اروح استدعي فلان دالة حل لي هاي المشكلة وارجع لي لهنانة. فنحدد خطوات حل البرنامج يسموها الامبيراتيف. بينما بالديكلاراتيف اني الهم الاساس مالتي بالديكلاراتيف لانجويجز انه اوصف المشكلة بصورة صحيحة، يمن اسمها ديكلير يعني مثل الوصف او التعريف، اعرف المشكلة مالتي بغض النظر عن حلها. هو الكومبايلر هو يحلها، هو السوفت وير هو يحلها بدون ما انا اعرف شلون راح يحلها، يعني بدون ما احدد له خطوات روح هنا وتعال من هنا مثل الامبيراتيف. فهاي الديكلاراتيف programming languages. طبعا البرولوج هي ضمن الديكلاراتيف، يعني يقولون البرولوج هي ديكلاراتيف programming languages، والامبيراتيف هي تابع لها كل لغات structured programming. structured programming البرمجة المهيكلة اللي يسموها هي imperative، انه انا اوصف للبرنامج انه وين يروح، اللي هي كلها لغات السي والفيجوال بيسك وغيرها. والامتداد الطبيعي اللي صار للستراكتشرد صارت الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. فذن يسموهن الامبيرتيف لانجويجز، والديكلاراتيف لانجويجز اللي هي مثل اللوجيك بروجرامينج لانجويجز مثل البرولوج. يعني البرولوج هي احدى لغات برمجة الذكاء الاصطناعي، هي مو الوحيدة، اكو بعد لغات مثل الليسب وغيرها، سمول توك، الفيجوال برولوج، هواي لغات اكو خاصة بالذكاء الاصطناعي يسموها الديكلاراتيف. اذا هي لغة وصفية. فمن اني اتعلم هاي اللغات اللي منها السي، اللي منها الفيجوال بيسك، اي لغة structured programming languages، ما يصير انه اي مفهوم اتعلمه هنا اقول هو نفسه هنا، لان اصلا ذني واحدة ما لها علاقة بالثانية. اكو مفاهيم تشابه بس اكو مفاهيم تختلف. فهاي اول ملاحظة، انه انت من تتعلم برولوج او اي لغة من لغات الذكاء الاصطناعي المفروض تعزل المفاهيم اللي تعلمتها باللغات الامبيراتيف، تعزلها تخليها على صفحة. هذه فد مقدمة. طبعا اذا اريد نحكي عن فد مقدمة تاريخية عن البرولوج، طبعا كلمة لغة البرولوج هي
مو لغة جديدة، هي هم ظهرت بالسبعينات. لغة برولوج ظهرت تحديدا في 1970، سواها عالم فرنسي اسمه إيلين. هذا اسمه ابو ما اعرف الفظه، انه فرنسي. هذا اسمه إيلين، ما ادري شنو. بدايه السبعين هو فد عالم سوى لغه البرولوج حتى يحل المشاكل مال الذكاء الاصطناعي. وراها بسنتين في 1972 هو وصديقه اسمه فيليبي، فيليبي راسل، طوروا لغة البرولوج. طبعا والبرولوج منين جاية؟ هي جاية هم من كلمة فرنسية، هي programming in، هاي الفرنسيين هيك يكتبون اللوجيك، لوجيك يمكن يقروها. المهم هذه فد عبارة فرنسية يعني programming in logic، البرمجة بالمنطق بالانجليزي. فأخذ أول ثلاث حروف من هذه الكلمة وأول حروف من هذه ودمجوها سوا، صارت كلمة برولوج. إذن برولوج جاية من هاي الكلمتين، معناتها programming in logic. زين، قبل لا ندخل بالبرولوج خلينا نشوف الداتا تايبس اللي توفرها البرولوج، لانه راح نستخدم احنا الداتا تايبس. داتا تايبس، شنو الداتا تايبس الموجوده بالبرولوج؟ طبعا عندنا اول شيء، اول داتا تايب هو الانتجر، انتجر هذا اول داتا تايب، هو اللي هو العدد الصحيح اللي يشمل الاعداد السالبه والموجبه والصفر، يعني ما بي كسور. الانتجر ياخذ مساحه بالذاكره 2 بايت، ياخذ مساحه 2 بايت. طبعا هاي معلومات جدا مهمة لازم واحد يعرفها، لان بعدين من يطلع لها يقوم ايرورات راح نجي نرجع اذكركم ان شاء الله اذا بالانتجر، اذكركم شنو المشاكل اللي يسببها اذا احنا ما كنا نعرف ايش قد يحجز الانتجر. الداتا تايب الثاني اللي هو الريل، اللي هو يشمل الكسور، هذا ياخذ 8 بايت. وعندنا الشار الحرف ياخذ 1 بايت، لانه احنا اي حرف نقدر نمثله بواحد بايت اللي هي 8 بت. وعندنا سترينج حجمها حسب السترينج اللي تخليها، كل حرف ياخذ بايت، فاذا تدخل سترينج من 4 حروف راح تاخذ 4 بايت، تدخل سترينج من 10 حروف راح تحجز 10 بايت حسب طول السترينج. وعندنا السمبل هم نفس الشيء، عندنا السمبل هم نفس الشيء. الفرق بين السترينج والسمبل ان السترينج من اكتبها اخليها بين دبل كوتيشن، بين دبل كوتيشن، بينما السمبل من اكتبه من اعرف فتشي هو من نوع سمبل وانطي قيمة لهذا الفتشي بدون كوتيشن، رأسا انطي القيمة اللي، ولازم تكون القيمة شنو؟ ما تبدي بكابيتال لتر، لأن راح ناخذ ملاحظة انه الكابيتال لتر بالبرولوج مخصصة للفاريبلز، هاي راح نجيها بعدين. هذن شو يسموهن؟ هذن يسموهن السمبل داتا تايبس، يعني الأساسية أو البسيطة.
اكو بعد داتا تايبس كومبلكس، تكون مركبة، يعني يركب داتا تايب من اكثر من نوع، وراح ناخذها بعدين. هاي بالنسبة للداتا تايبس مال اللغة. زين، الاوبريتورز اللي راح نستخدمها، الاوبريتورز احنا كل لغة ندرسها لازم اول شي نعرف الاوبريتورز شنو، نعرف الداتا تايبس شنو، ناخذ فد نبذة تاريخية عن اللغة، بعدين ندخل باللغة. الاوبريتورز اكو ثلاثة، اكو الارثمتيك المعاملات الحسابية arithmetic operators، وهي هاي المعروفة احنا عندنا الارثمتيك اللي عندنا عملية الجمع وعملية الطرح ناقص وعملية الضرب، طبعا الرموز يعني نستخدمها هذا الزائد والناقص، الضرب اللي هو شيفت ورقم 8 بالكيبورد، هذا الستار يسموها الاستريكس، وعملية القسمة نستخدم كلمة div، نستخدم div نكتبها كتابة، بينما في بقية اللغات كنا نستخدم السلاش. وعندنا الارثمتيك اوبريتر المود، المودولار arithmetic operator نكتبه كتابة مود، واللي هو باقي القسمة، يحسب لي باقي القسمة. زين، عندنا بعد operators، عندنا relational، relational operators هاي معاملات المقارنة يسموها، من أقارن بين كميتين. عندنا المساواة يعني فد شي يساوي فد شي، عندنا الأكبر، عندنا الأصغر، عندنا الأكبر أو يساوي، هيش نكتبها، عندنا الأصغر أو يساوي، وعندنا اللا يساوي، هيش نكتبها، لا يساوي هيش نكتبها بالبرولوج. وعندنا اللوجيك أوبريتورز، معاملات المنطقية. عندنا الاند، الاند بالبرولوج تمثل بالفارزة، فارزة معناتها اند، او نكتبها كتابة اند، اما نكتب اند او نستخدم فارزة نفس الشيء. وعندنا الاور اللي هي الفارزة المنقوطة معناتها اور، او نكتبها اور. وعندنا النوت، عندنا النوت. اذا هذه المعاملات اللوجيك منطقية، معاملات الريليشنال اللي هي مال المقارنة، والارثمتيك اوبريتورز اللي هي المعاملات الحسابية. وحكينا على الداتا تايبس، واخذنا فد مقدمة تاريخية عن اللغة ومنو سواها وليش اسمها برولوج، والبرولوج هي من النوع الامبيرتيف او لو ديكلاراتيف، قلنا هي من النوع الديكلاراتيف. طبعا بيئة العمل او البرنامج اللي راح نشتغل عليه هو التوربو برولوج، وهواية اكو برامج يعني البرولوج حاليا هسه راح نشتغل على التوربو برولوج اللي هو الاصدار 2 اللي هو سنة 88 نزل. طبعا وراها البرولوج ظلت تتطور، طورت هسه حاليا من دخل بعدين عصر الفيجوال، طلعت الفيجوال برولوج، هسه الفيجوال برولوج هم بيها اصدارات، حاليا هم واصلين للفيجوال برولوج 7.4، وهذه ظهرت شهر السادس 2013 آخر إصدار، شهر السادس 2013، فإحنا عم نشتغل على هذا. اللي هو أبسط أنواع البرولوج كومبايلرز، توربو برولوج. وخلنا نشوف الشاشة مالته، هي هذه الشاشة مالته السوداء الحلوة اللي كل الطلاب يحبوها. طبعا هنا بيها، هنا فايلز، اديت، ران، كومبايل، اوبشنز، سيت اب،
ومقسمة إلى أربع أقسام. هذا القسم الأول يسموه الإديتر، هذا الإديتر، وهذا الجوا المسج اللي تطلع لي أثناء عملية منه ألود فايل، أو وهنا التريس يطلع لي الخطوات إذا بدي أسوي تريس من أنفذ البرنامج، وهنا الدايلوج اللي أكتب بيها الجول، وراح نعرف شنو معنات الجول وشنو معنات شلون نسوي تريس. بس هنا في الملاحظة انه ذني شوفون القوائم دائما يكون الحرف الاول لون برتقالي والباقي اصفر. الحرف الاول دائما برتقالي، شنو معناته؟ معناته هذا شورت كات بالكيبورد، لانه شوفوا هنا انا ما اقدر استخدم ماوس، هذا عبارة عن برنامج مبني على يشتغل على بيئة الدوس مو على بيئة الويندوز، فبالدوس كان ماكو ماوس فكله كيبورد نستخدم. فهذني برتقالي معناتها استخدم Alt والحرف البرتقالي. اذا استخدم Alt بالكيبورد، Alt وحرف الاف، راح يشغل لي القائمة فايل. اذا Alt و E راح ادخل بالإديتر، اذا Alt و R راح اروح للجول اللي هو بالديالوج، اذا Alt و C اكو قائمة كومبايل، Alt و O قائمة اوبشن، Alt و S قائمة السيت اب. فدائما حفظوها، من اريد اروح للإديتر اكتب البرنامج ادوس Alt و E حتى اكتب هنا البرنامج، من اريد انفذه ادوس Alt و R حتى انفذ البرنامج. ولي جوا هم اذا تلاحظون بالشريط هذا الجو اكو مثلا F2 اذا اسيف البرنامج، F3 load، F5 اسوي زوم، F6 F8 كلها عبارة عن اختصارات، لانه قلنا احنا هنا ما نقدر نستخدم الماوس، فراح نضطر انه نستخدم الكيبورد حتى نكتب البرنامج وننفذه ونتعامل ويا هاي البيئة. اذا هاي المحاضرة كانت عبارة عن مقدمة بسيطة عن البرولوج، وراح نبدي ندخل بالبرولوج وشون ننفذ البرامج ونشرحها بالفيديوهات الجاية ان شاء الله.